وكالة شنخوا الصينية أوردت تقريرا جاء فيه أنه بعدما يقرب من 4 سنوات من استعادة القوات الحكومية مدينة ميدي الساحلية على البحر الأحمر في محافظة حجة من المتمردين الحوثيين، بدأ الزوار المحليون في العودة إلى شاطئ المدينة. ووفقا للوكالة فقد سمحت السلطات المحلية بزيارة الشاطئ في ديسمبر الماضي بعد أن أمضت ما يقرب من 4 سنوات لإزالة الألغام الأرضية التي كانت مزروعة في الشاطئ وبعض أجزاء المدينة. مواطنون أكدوا في تصريحات للوكالة أن الحرب أثرت على اليمنيين جميعا وخاصة الأطفال الذين يعانون أو يعاني معظمهم من صدمة الحرب، لذا فإن زيارة الشواطئ من أجل المتعة قد تساعدهم كثيرا على نسيان مآسي الحرب وآلامها. وفقا لموقع اليمنيت فقد كانت شواطئ ميدي وحدائقها وفنادقها ومطاعمها قبل الحرب تعج بالزوار من جميع المحافظات، وها هي الأمور تعود تدريجيا إلى ما كانت عليه سابقا إثر تحرير المدينة.